الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، ودرسي أفرات من كتاب حلية طالب العلم. شلي مر أن مري وتلتبس عليك الأمور حتى تكون أضل من توم الحكيم. بدو عيد توم الحكيم أظن شرحين بعد سكدافتي توم الحكيم وحيا هيد إن دول إشتاقه وانين بوسدي وحلو يقان الطب علم عافي ماتك ننحوها آد ياد أمر حرق وجاهلة وحل بوحوك سدا إساي كتبت انتو آذي وحو الدون مركا كلا صبحي ضد بضن ودوي بابا لنتي حي لنتي جاهلي جيس مركا ننحو أها مركا مثل أهان لا سوقاته نمبا قبيو وحيري دمير كيساوي وحي لو أنصفوني دي ماشا قرصور وجيري لها إساق الدمير قام دكتان أنا كدقال لها بيري محال أنو جهلي قيقو وأسكم بتبصيد إساق نكيس وميد آدوي مركا نين كان مركو حواها نين جيري وتاريخ لصوان مري حوكسي بضن وإساق حبو سدا هذا مركا دك الله فيساوي معنى هذا. فيا أيها الطالب أبو شيخ يري أرضيهم كن سلفيا نقو ميد كضيدة دكي قرونتي هريسي النبي إيه صحابة على الجادة وضد طوصا أما كن سلفيا نقو على الجادة وضد أدمريسي واحذر كدكتونو المبتدعة كودينك وحكسو درسيي أن يفتنو إنكو فتنيا فإنهم يو يوظفون وحي أذيك سنيا صبلا أسبوت ودوين للاقتناص إني أذيك كوغار صدان إيو المخاتلة إني أذيك كماركتي أي كل ميان أي مراوغة كوغصا ميان وكمير ميريان أما وضضة جهورير كوغر ذان ودوين بضن بأذيك سنيا فإنهم يو يوظفون وحي أذيك سنيا وأي هول قليني للاقتناص إني كوغار صدان إيو والمخاتلة إني كجهوريريان ده صبلا ودوين يفتعلون تعبيدها ودوين كاسنا أي ليلي سنيان بالكلام وهذا المعصول لقرحيي إلا ملبي يفتعلون تعبيدها أي تعبيد هذه السبل الموظفة لاقتناسك ومخاتلتك وحي ودوين كا أي ليلين أيام أما أي كل ليلين أيام بالكلام هذا المعصول لقرحيي يسوي الملبي مركة طريق معبد أما سبيل معبد ووضع سيد اللومري دكانتو إيكا تكتي وحال لوحي ديرا أي ماشا وضعي أضل أي لسان أو ضد كدن أي ماري كرانو سيمن بين نقطة مركة يفتعلون تعبيدها أي تعبيد هذه السبل ودوين كائن أي ليلستان أي كدقان ودوين لماري كرو بالكلام بي مركة أي وضعي مركة كوها بي سانيان المعسول إلا ملبي وهو عسل مقلوب وأنا عسل مركة دو قدي سنوي وهطول الدمعة وبهطول الدمعة إلما لا يسككان وإندها ما أنت نبيض النقض وإندها الله الشبه وإلي أنت الله الشبه وحسن وحسن البزة أم وحسن البزة ده يدار قرحسن ألغو قشته والإغراء إن دتك مركة لغو لوميو ومركيبة دتك مركيبة لغو كذيو بالخيالات وحيابها أنا نجرين يفتعلون تعبيدها وضد وحي كفو ذي سنيا يعني كل جيحانيا يعني وكل ليل سنيا يعني بالكلاب المعسول هذا المعان وهو عسل مقلوب ولكن ملب رغم ويئ إيو هطول الدمعة الملا شبه إيو حسن البزة يدرق الحسن الله قشته إيو الإغراء دتك إن لغو كذي بالخيالات وحانا نجرين إيو الإدهاش إن ميرك الله قبصد بالكرامات كرامبوين ولحس الأيدي وقعمها أو للافو وتقبيل الأكتاف يقربها أو لنكضه وما وراء ذلك وحاقنا نحكم الضنبيان وما وراء ذلك وحاقنا وحاقنا ذاش ما أهان إلا وحم البدعة بدعة دي قذي ذنبيان ورهج الفتنة في النظى سيقذ ذي إبور كذي هباس كذي ذنبيان يغرسها وحكوب بيريا في فؤادك لابتاد ويعتملك في شراكه
markaasuu dabinka uu ku dhigana uu kugu ridaya. Fa wallaahi baan ku dhaartay laa yaslixu lacmaa, qofka aan indhaha lahayn uma suubbado liqiyaadati lcumyaani, dad aan indha lahayn, indhoole inuu yidhaahdo kuwo kale oo aan indha lahayn baan hogaaminaya, oo irshaadihim ayaan hagaya, taa marka uma suubbado. Marka si adiga marka miirka lagaaga qabsado, hawada lagaaga qabsado, boor baa markiiba afarta gees baa lagaa soo galaya, karaamaad iyo khayaalaad iyo waxaan jirin baa lagu keenaya. Amaa alakhdu, ka qaadasho soomaha can culamaai sunnati, sunnada culimadeeda laga qaata, falcaqil casal, haddaba malabka leef buu ku leeyay, walaa tasal, oo ha ka baxsan. Wafaqaka allahu lirushdik, ilaahay hanuunka ha ku waafajiye, litanhala, si aad marka aad ugu durduurtid, min miraathi nubuwati, nebinimada dhaxalkeeda, saafiyan, wax marka sharaab saafi ah, wa ilaa sida haddaana ahayn, oo ma aragtay aadan malabkii oo culimadii culimaa usunna aadan ka cabaynin, falyabki cala diini, diinka hawu ooyo haddaba man kaana baakin, ciddii ooyi lahayd. Markaa markaas meesha diin ma jirayo, yani macnaa waa maxay, waa lagu kala tagwo. Wamaa dakartuhu laka, waxa aan kuu sheegay, huwa fii xaali saacati waalikhtiyaari, waa markay waasicnimana ay jirto, doorashana aada leedahay, yani bimacnaa waa marka aad halkana sheekha ku aqrinaya, halkana sheekh baa ku aqrinaya, waad kala dooran kartaa, kanbaa mutqina, kana mubtadica, kana sidaana, waad kala dooran kartaa. Amaa idaa kunta fii daraasati nidaamiya, laakiin haddaad qof aad tahay arday iskuulley ah oo daraasa nidaamiya, ama systemka maanta jaamacaduhu u samaysan yihiin, ama iskuullada iyo macaahida u samaysan yihiin, laa khiyaara laka, wax doorasha aadan lahayn, faxdar minhu, haddaba ka digtoonow, waa in aad markaa fiijignaata, maca alisticaadati, adoo ka mangelay min shari shartiisa, bilyaqadati, adoo markaa fiijigan, min dasaa'isihi, waxyaabaha uu kuusoo dusinayo, cala xaddi qowlin, say culimmadu dadku u yidhaahdaan oo kale, ijni thimaara, miraha goro, wa alqi lkhashabata fi nnaari, wax alla wixii meesha kaasoo raaca oo alwaaxana iyo wax alla wixii qoray ahna dabka ku rid, qoryahana dabka isaga rid, laakiin miraha goro. Walaa tatakhaadal, niyo markaa ha ka luga jiidin, can italabi, inaad culumtii dalabtid, fa akhshaa, waxaan ka baqaya luga jiidkaaga an yakuuna inuu ahaada haadaaka, min atawalli, qof isagu marka cagaha wax ka dayay oo dib u gurtay, yowma zaxfi, maalinka ciidamadu ay kuurka isku hayaan oo kale. Famaa calayka, kuma saara, ilaa an tatabayana amrahu, inaad amarkiisa caddaysatid mooyaane, watattaqiya, aad markaa ka dhowrsatid sharrahu shartiisa, watakshifa, aad faydid sitrahu, waxuu isku qarinaya ama marka waxa sitriga u ah. Marka wuxuu leeyahay, fii haadihi alxaala, haddaadan doorasho lahayn, haddaba oo jaamacadaha kale, dadka kuu dhigo kale, oo qofka aad aragtay qof kugu guraya, waxaan sax ahayn, markaa is ilaali buu ku leeyahay, oo waxaad noqotaa nin mirahana guranaya, wax alla wixii qorayana iska tuuray. Waxay dhihi jireen culimmada saasoo kale, yacnii cinabkana guro, iskana leexi shawkadii uu watay, oo ah qodxihii uu watayna iska leexi, si markaad cilmigii ugaga faa'idid weyd. Laakiin wuxuu yidhi qofki inuu cagajiido u yidhahdo maxamu baranayo, waxay ka dhigan tahay maalinka labada ciidan, ciidanka muslimiinta, ciidanka kale ee sayaan cadowga laysu hortaagayo, kuurka saa laysugu hayo, oo zaxfi uu jiro, zaxfiga waa sawaadka markuu aad iyo aad u bato, aad moodid inay siqayaan, maalinka laysku soo siqayo, kuurka laysku hayo, nin cagaha wax ka dayo kalaad noqonaysa. Wa min annutufi addariifa, waxyaabaha la sheego sheekooyinka dariifka waxaa ka mid a, anna abaa cabdiraxmaan almuqri, ninkii ahaa, xadaha can murji, wuxuu xadiid ka wariyay nin murji ah, waan soo tilmaamna qolada irjaha aaminsan, wa qolada leh laa yaduru maca aliimaani kufur. Faqiila lahu, markaasa waxaa la yihi, lima tuxadifa can murji, oo maxaad xadiid noogaga sheegaysaa ninka murji ah. Faqaala, marka wuxuu yihi, abiicukum laxma, hilibkaan idinka biicinaya, bilcidaami, isaga lafihiisa wata, yacni waa maxay, wixiina waan idiin sheegay, waan idiin caddeeyay wey. Marka wuxuu yihi, falmuqri, ninkan abuu cabdiraxmaan raximahu llahu tacaala, xadaha, xadiidkii buu soo gudbiyey, bilaa qararin, isagoo wax markaa khiyaana aanu meeshii ku sheegin, iyo walaa jahaalatin, wax jaahilnimo ah, id bayana, wuu caddeeyey. Faqaala, wakaana murjian, wuxuu yihi anigoon kuu caddeeyey waa kan. Wamaa satartuhu laka, waxa aan halkan kugu qoray, huwa min qawaacidi mu'taqadika, waxaad aaminsan tahay asaaskooda wey, ka badalo caqiidati ahli sunnati waljamaacati weeye, ahli sunna waljamaaca caqiidooda weeye. Wa minhu waxaa ka mid a maa fi lcaqiidati salafiyati, wixii dhexaada, lisheikhi lislaam abi cuhmaana,
إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني المتوفى سنة 49 و400 الهجرية قال رحمه الله تعالى نك وقت يعني أنت أفر بغل فرتن يستقال أيوح ليه ويبغضون علماء ذي وإن عام أهل البدع ذاتك البدع أو صاحبك الذين كواسو أحدثوا كسو الدرسية في الدين دين كما ليس منه حنا كمدهم ولا يحبونهم مجعلة ولا يصحبونهم لما صاحبا ولا يسمعون كلامهم هذا الكوذ ممقلا ولا يجالسونهم لما فريسانيا ولا يجادلون لما الدوذيا في الدين دينك ولا يناظرونهم لما قليان ضد علميات ويرون وحي أركان صون آذانهم لقوه ذيني كإلاليان عن سماع أباطيلهم قوى باطل كوذيني لقيسان التي تاسو إذا مرت بالآذان هذي لقاها صومرتو وقرت في القلوب بقلوب تكسقناتو ضرت وحقيساني سوى لبكا لا إيمان يسوى وجرت سوجي ليس إليها دقيه أسوجي ليس قلوبتي من الوساوس وسواس والخطرات من دع الفاسدة مركة فاسدة ما جرت وحي سوجي لي يعني وسواس كاس خطر ذه وحي مركة مانك وصار رفصده مركي ويماذا وسواس كان وحي مركة كل الرعاق أو مرمل كوجي ذا سيدا ووضع يسينت ووضع يسينت يوصل الله لا من يسأيا مربى مصامبا وشكك ترادة بدن يسرغرق ترادة بدن خطر ذنا وحمرك ساق وصار دعوة من الوساوس والخطرات وحمانك وصار لفصده أمانك دعاء أي يوصل جيد سما جرد وفيه أنزل الله تعالى عز وجل أنزل الله عز وجل قوله إليه يوصل جيه وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيري هداد أركتين وآيات كان إسكال أحد دبالان وح ما أنت أن سيدونا كييلي كجيسو وهبال لفري سنين وكفقوا إلا شاكك كلا ورفتان وعن سليمان بن يسار وحال قولي أن رجلا نن ويقال له صبيغ لديه جري قدم المدينة أي مدينة من وريمت فجعل وحب الله مرك يسأل عن متشابه القرآن حبكم مشقولة وإنه ذاتك ويدي ما أنت أن آياتك متشابهة فأرسل إليه عمر رضي الله عنه عمر بن مركوع الدري وقد عد له إذ أضي أرسدي عراجين النخل جيت مرات كلاميس ورنتي آدي أدو أضي نينك والله كان فقال الحر من أنت عمر الخطاب قال كم هذا هاي أدوياتها قال الحر أنا عبيد أنا عبد الله صبيغ بلغم قعبة أنا عبد الله صبيغ فأخذ عرجونا من تلك العراجين لامها لان كمذا ولامها كيتي مراتك عرجون ذا بانتو الصاء ولبح عمر الخطاب فضربه مركزه قودك كالصوري حتى دما رأسه إلا مدحيس وكديه ثم تركه مركزه كتدي حتى برا إلى أكبك سودي ثم عاد مركزه صلابت يعني ثم عاد هذا مركزه اللابت وسيدي مركزه يهدني من هذا قودك كالصوري هذا يقبك كان ثم تركه هذا فرحك قاعد حتى برا إلى أكبك سودي فدعي به مركلة هدنا الله يير ليعود حليل كالة صلى الله هدنا مركو صلى الله بتبحير فقال بحير إن كنت تريد ني عمر وحدات ربتد قتلي إنا إدشت فاقتلني إدل قتلا جميلا دل وناكسا سي وناكسا إيقا تخلص كدب فأذن له إلى أرضه عمر خطاب نكي وحويري هل كي من هلو علي وكتب إلى موسى الأشعري باليمن لنبال بوحو الدر أبو موسى الأشعري ومركا يمن جوغي لا يجالس أحد من المسلمين قف المسلمين تكويد يعني لا فريسا ننكاس إلا وأنن صن أفوفا يئر رواه الدارمي أيهوري وقيل وحال لركان متهما وحال قدته مجري برأي الخوارج خوارج رأي قوذ والنووي رحمه الله قال في كتاب الأذكار وحكير باب التبري من أهل البدع والمعاصي باب ويري إن لقبري النقضه ذاتك بدعوينك وذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه بوشاي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بري أو حبري كالنقض من الصالقة تنئيض مركة قيلسة إيوى الحالقة تن مركة تنتحيرت إيوى الشاقة تن مركة جهجه ذا مركة لقد انتو وضو مركة والصناعة يسميانو إني مركيبة أي مركيبة يكون فوت قيلة ذا وفي نفس الوقت أي تنت أي حيرتو إسكحيرت هدنا النبي صلى الله عليه وسلم بكيه وعن ابن عمر براءته من القدر من القدرية عمر ابن عمر نوح على قصوري إنه كبر النقض إنما كقدرية ذا رواه مسلم هل كان مرقوح مجنسة وحل وحي بدعوة إن شق الله قولها إنه وحل قول درسا والأمر في هجر البدع إن أرنك لحريرة
إن بدعادة أو في هجر المبتدع إذا قفك بدعادة وضع إن لقف وقاذاي ينبني وأرن كسا ليسا على مراعاة المصالح وحيابها ضنها إلى لنتوذي وتكثيرها إن لبضي ودفع المفاسد وحلوحي مفاسدها وربكينية إن ليسكعلي وتقليلها إن ليريب. وعلى هذا أرن كاسي تتنزل المشروعية مشروعية بدعادة هلقى هجروذي مبتدعة هل كاسا لدجينة من عدمها من شرعها مثل شرع ماها وحادي ذا يحضن مصلحاته هل كيجد هدي لو أركا مصلحاته إنا يتا إن لقفوا قادن ولقفوا قادن هدي لو أركا إن ما أركتي إن لقفوا قادن وإياد وميشيد هدي مفسد إيكا لا نيس يوحي لمبذ كما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع سيدة وكو قريب مسألة ذا وأسوغي ابن تيمية ملك الدوان ويكمل تهي نارك في كتاب كيس المجموعة طبعا وإن الموازنة ذانا إجرت والمبتدعة لمنك بدعة وضعي إنما يكثرون وحيبتان ويظهرون موغضان إذا قل العلم علمك مركو يراض وفشل جهل جهلك أفافة مر الله مركي جهلي عرك وقال علمك يراض مركا سمبتدعة صبحان. وفيهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سيدابو ابن يسوى كهلي شيخ الإسلام محبير إن هذا الصنف نوعا كان ابن آدم كأه يكثرون ويبتان ويظهرون وين مقضان إذا كثرت الجاهلية أهلها جاهلية ذي أهل كذا ضيبتان ولم يكن هناك هل كان آنو جرين من أهل العلم ضدك أهل العلم وبالنبوة علم قوله سنة النبي صلى الله عليه وسلم والمتابعة لها إن للراع علم قوله من هدوسا جرنه يظهر موجني أنوارها أنوار النبوة نبي نمذي سنة النبي نور كذا موجني أنوارتي الماحية تأيض ترترنتي لظلمة الضلال باذذة قد عرد درت ترترنتي ضدك أقوم لها داني الجرين أو يكشف فيذي ما في خلافها وحا كدوا أو كهر إيماني نبي نمذي أو من الإفك بين أبور إيو الشرك شركي إيو المحال وحان عقل قال هين هداني الجرين بضنا قال الله مركوي بطاموي فإذا اشتد ساعك أو فإذا اشتد ساعدك في العلم فإذا اشتد هضوء كاظ ساعدك في العلم أود هذا علمي ساعدك وقعنتي فق مع المبتدع كان مبتدع قوض كسر يبدعته لكن ما هفيري بلسان الحجة هذا أذيك سنة ما أركتي حجتي أو بيانك وعربك والبياني بيانك وسيه وانت اذيك سوي له والسلام هلك الخاص مركز وقذوي. الفصل الرابع حتب كافراد ادب الزماله صاحبتي لماذا ادبت اللي سقبها هي يا الله صاحبه سنه علمك كان كلي من برنكرتيت وضدر ولا جيحي وضدي ضد باكو راعي ارضي باكو لا دغانيس ضد باكو لا دغاني وان كهدلنا معلمك صاد ولا دقم لهيد وان كهدلنا أردادي كلاسك وذي ديغانيسي سيدي الله وضع دقميا حرتي وحوة برانيسي كتبت وذا راعانيسي ياتك الدورانيسا وحوليها قضبك سدحي لباتران احذر قرين السوء كدكتونو صاحبك حن وذيق حن كدكتونو كما أن العرق دساس سيدو سنجو مقوران ويهي فإن أدب السوء آذاب تحمي دساس ومدي يدو سدستا ومدي سدست بضنوي دس يا دس أذاب تحن مالا أركين بامركا أي كاسو قليسة إذا الطبيعة محايلة طبيعة نقالة وتيرة رسبضا والطباع طبيعية بين آدم كان سراقة وتيوح كالحدة والناس ضد كان كأسراب القطا وحي لم يدين شمبرو يوغو مركا قروب أسعوضو مجبولون وحلو أبوري على تشبه بعضهم ببعض قاركوت قاركالا إنا يسوء كيسيا فاحذر حدب كدكتونو معاشرة من كان كذلك قفصيدا صوكرا إنا لدق أنتد فإنه كاسو العطب هلاك بوي والدفع كهرتقي أي أسهل كسهلا من الرفع دودي يعني إنا هدد هذه تدفعه هذه ورقجو أي وحي كسهلا تأمرو قرك هاقا فريستي أي بها وكوخرقيو مالك على الدعي إنا هدد أسكي قاضي هدد مركا وماشي أيديه جيرين ماركتي protection ka kab muhiimsan ma aragtay in qofkii waa la daweynayo la do halka way markaa waxaan waa maxay wax laga wadaa waxan waa sida wax kasoo ku soo gudbeen binaadam kuna wasaas yani macna hadda hadii maal intay dadkooda fariisaan qof haduu iska hordo
oo halkaa ku moodo waxa dhici karta inta kale oo dhan dadka in hurdo u timaado mid hadduu iska qoslo wuxuu ku qosliya aan loogeyn inta kale way qosliya mid hadduu iska ma aragtay iska ooyo waxa laga yaabaa inuu loogeyn la iska ooyo badanaa waa la isku daartaa waxay dhihi jireen culimmadu masawirka waa aragtay masawirada qaarkood facebookyada joornaalada lagu soo dhigo qofka haddaad arag qof marxuuma ma aragtay say marxuum bay dhahaan dadku dhinta oo kale waxaa laga marka isagoo murugaysan marka masawirkiisa meesha la keenay adiguna murug baa ku qabanaysa qof qoslaya marka meesha lasoo saaran adigu waxaad arkaysaa qosol baa markii inuu kusoo dhaafay u badantay marka waxay leeyihin wax warqad ku qoran haddii qof ay saamayn karto famaa baalu linsaani bicadmihi wadamihi walaxmihi washaxmihi qof bini aadama oo dhiiggiisa iyo wixiisa bal mandiqna haddana u wato oo ina min albayaani la sixran la yidhi marka meel buu kaala dhici kara wa calayhi iyadoo taa laga duuleeyo fatakhayar haddaba dooro lizamaalati saaxiibtinimada iyo wasadaaqati wadaytinimada marka zamiil iyo sadiiq maxay kala yihiin waxay kala yihiin waa meesha colleague iyo friend la kala yidhaahdo waxay kala yihin zamiilku dantaa isugu keenkeentay waa nin aad ma aragtay howl uun aad geedi u wada tihiin ama kitaab aad dhamaysanaysaan ama kalaas baad wada dhiganaysaan kulankiinu markaad klaas fasalka wada joogtaan markaad sheekhu har fadhidaan oo xalaqada joogtaan markaad masjidka joogtaan waa kulankiinu marka kalena nima badantiisu raacnaya laakiin sadiiqa waa qof aada iska warhaysaan oo isoo boqataan oo wada socotaan wax wada cabtaan wada fadhiisataan oo wada cuntaan oo wada qososhaan oo isku dooq aad tihiin way ka duwantaa marka marka fatakhayar u doora li zamaalati cidda aad la noqon lahayd saaxiibka iyo sadaaqati wadayga la noqon lahayd waxaan kelmadda waday u adeegsanay waxaan rabaa inay ka xeel dheeraato oo ay kaaga dhowaato ta kale man dooro yuciinuka kugu caawinaya calaa madlabika waxa aada u socotid oo aada raadinaysid oo dalabkaagu yahay waa yuqaribuka kuu dhoweynaya ilaa rabbika rabbiga kuu dhoweynaya wayuwaafiquka kugu waafaqaya calaa shariifi garadig ujeedada aada leedahay ee sharafta leh iyo maqsadig iyo qasadka aada leedahay nin wax baranayaa tahay isna waa inuu wax kula barto yoolkaagu wuxuu yahay inaad waxbarashadii dhamaysid isna waa inuu arrinkaa kugu caawiyo wakhud haddaba qaado taqsiima asadiiqi saaxiibka oo la qaybiyo ilaa adaqi lmacaayiiri halbeegyada kuwa ugu daqiiqsan baan ku siinayaa buu yidhi saaxiib maxay kaliyin saaxiibku wuxuu u qaybsamaa saddex nooc sadiiqu manfaca mid daneysta ah oo manfaca kugu raacaya iyo sadiiqu ladha iyo mid markaa saaxiib markaa macmacan uun raadinayo iyo sadiiqu fadiila iyo saaxiib fadiila ah falawalaani kan koowaad ee isagu kuu raacay manfacada darteed iyo ma aragtay ladada darteed munqaticaani labadaa way go-ayaan binqitaaci muujiibihimaa labadaa marka la waayo hadduu shilin kuu raaca markuu shilin kaa dhamaado faruh kaa qaadaya haddii howlo kale ay tahay dantiisa markuu dhamaysuu baxaya ama almanfacatu fi lawal kan koowaadna manfaca ayuu raadinayaa waladatu fi thani kan kalena wuxuu rabaa inuu pushta tam iyo waqtiga kugu dhamaysto oo ee ma aragtay meelaha kuula sheekoodo o iyo waxaan loo baahnayno aan kubadda wada daawanay intaasay ka taaganta ama athaalith kan saddexaad fatacwiilu calayhi kaa weye kan markaa xoogga la saaro wa huwa aladii waa midka baacithu sadaaqatihi saaxiibtinimadiisa waxaa keenaya ay tahay tabaadul alictiqaadi ictiqaadka in lays weydaarsado fii rusuuqi alfadaa'ili fadaa'ishi inay sugnaato ladaa kullin minhumaa mid walbaba agtiisa yacni bimacnaa in laga wada shaqeeyo maxaa hadday noqon lahayd waxbarasho hadday noqon lahayd mustaqbal hore loo socdo hadday noqon lahayd caqiido hadday noqon lahayd wax la barto inay noqoto wa sadiiqu alfadiilati ninkan ah huwa cumlatun sacba waa hard currency wey waa lacag aada iyo aada u adag yacizu alxusuulu calayha ay adag tahay in la helo wa min nafiisi kalaami hishaami bin cabdilmalik hadallada wanaagsan ee ninkaa laga soo xigta waxaa ka mid ah ee dhintay 125 qowluhu inuu yidhi maa baqiya min ladaati addunyaa adduunyada macmacaankeeda shayin waxbama soo harin ilaa akhun unbaa soo haray yacni dadkii dhan way dhammaadeen akh baa soo haray arrafacu mu'uunata attaxafudi bayni baynahu oo aan halkaa ka saarayo inaan iska ilaaliyo yacni arrafacu waxaan kor yeelayaa mu'uunata attaxafudi inaan iska ilaaliyo kalfadeeda oo bayni wabayni yacni midaan iska ilaalinay oo aan ogahay wuxuu yahay oo aanu isku mashaqeyna aan lahayn war ninkaan iska ilaali kaasa yahay wa min latiifi maa yuqayadu waxa ugu wanaagsanu waxyaaba wanaagsan ee la qoro waxaa ka mid a qowlu bacdihim inay dhaheen waxay dhaheen alcuslatu
وكلمة ده أقو وعيك كوب أنت عين زال لام عين زاي لام عندها العزلة كلمة ده عزلة ده ومرك اللي فوق هذا عزل اعتزل من غير عين العلم عينتي علمي قد يلا قصار عزلة عينك قصار ما حصوب حي زلة واسم برحشو ومن غير زاي زهدي زأذا زهدي قد يلا قصار وماشى أن هذا عين إلام هذا نقل ما حصوب حي علة بشي يوحى إيمانية مشكلة بروبلم ماجر مرك كلمة عزلة أو صاء قرن هدي مر عين تهدان وكسر أنا نزل نقنس زاد هدي لقى صار زين وحين نقنس علة مرك هل كان مرك وماشى الله تلمامي الله تلمامي معركة مهم كا طيب الفصل الخامس كتب كشانات آداب الطالب في حياته العلمية آداب تأرضي قال له قبها هني هاي أنت وكجره نلشي صحب رشو وكرير كقفك وكجرو أفر لاتن كبر الهمة همة آدي أدوين وفي العلم بلغة بان يعني همة سرئيسة هكسيجي سوان وسرئيو هلك وأباريو هلك يولك وأبرت الماميت كي سوان وسرئيو من سجايا الإسلامي إسلام كطبعي سوحا كمدة أمحيابه ونكسن أوليم التحلي إن لا يشكو قرحيو لا يشكو باللذيو بكبر الهمة همة وين قفكي ان هكسيش كو بدلو مركز السالب مركز السالب الموجب واه ركته تغانها اي تبانها في شخصك شخصية دادا الرقيب الى لنيسي على جوارحك حبنها واما حي مركب همذو وماشا قفك انو كر اقعو انو هاسو دعو وان سببت اللوي المركب ونيجاتيفتي اي بوسيتيفتي سانتر كوي وهلك قفك إنه سلب سلبي النقطة قف أم حبس هو كردين إنه قف موجي النقطة هرأو الصعود وحاكيني كرا وهضب هم جاجا أم بيشس كاجا هكس جاجا سوية قف يسكها بقى وهنجب سنة ضاعت هنا مركا وحوا كل هري كرا وانتهوا مركا هكس جاجا وسريانا قف حد نقرا يسام مركا حديها صوت تابت الرقيب على جوارحك كان إلى لنا يا حبنا يا كبر الهمة همذا وين سرعيساي يجلب لك همذا سكوسو جيديسا مركا نفسو مالي لأن مؤنث كما بإذن الله خيرا بكوسو جيديسا غير مجذوذ أنك لقعلهن لترقى سيئات أفوشد إلى درجات الكمال لما يسترك سلانتي سيجرن جريس درجات أسرعيس لك قارتد فيجري وحدرر سينة يا كبر همه في عروقك حديد هذا دم الشهامة أنفذه دي جيد أوام حقف إنه نقف عزله قف مركب قبني ماذا قبني ماذا دي جيد أي مركب قدر سينية هي والركضة إنه قفك يقول فيه في ميدان العلم برحدي علمي والعمل عمل كهلك إنه هو يقول فيه ومعنى أوام حي قف مركي وعكاد قف مركب عزله وفي نفس الوقت قف مركيبة دارية الله مستعان مركب إتاجنت هاي علمك إيه مركي يتاجن تاي عمل كيس فلا يراك الناس ضدك كو أركن أما يعني كو أركن واقفا متاجن إلا على أبواب الفضائل الباب هذا فضلي كنبو يعني إنما لا حن فديها وين هذا النقن ولا باسطا يديك ضدك يعني كو أركن أضوك عمها أتاجي إلا لمهمات الأمور وحياها مهم كامو يعني ننقو يعني مال سرائس ديجين نقو مركا هدي أي أوقفك إذا رمت في شرف معروف فلا تقنع بما دون النجوم هلكو كبياقول هاو شرف صرها داد ربتد وحد ديها كسو الصقية هكو قنعوه والتحلي بها إن إياذا الله يسكو قرحيو الله يسكو بالله ديانا يسلو منك وحيو كاسيبيا سفاسف الآمال يدي دي لذا هو سيسة إيو الأعمال عماش هو سيسة ويتث وحيو جرد قونيا منك أذيك شجرة الذل دلي جيديس إيو الهواني إلي ذا شدي والتملق إسكدوا توركي إيو المداهنة أفقباتي مركوام حي قفك إنو نقف ذليلة إليتا إهوانا والتملق متكدوا أرض بضانة فلارك سمايا كان إسكو قرئي مالا لقاقب بحنين قل إيو المداهنة ما أنت لن إسكو دي إنو معركتي مدوا بابا ومركا ويرا هذا بل أنسان يالنا إيو إسكو سور دوانا أفقباتي تراب بضانة فكبير الهمة مركز ثابت الجأش من قلب يوسف اليوي لا ترهبه المواقف
مواقفته مع بس جلينيس أرجع حكومة بيري كرت وفاقدها مت كأن هم ذا الله يسمى جبان فلوي رعديد جريري ومثل حكيت كلمة ترعد ترتعد فرائصه وجريري جري وحاول ده المرق وقف مركا trembling shivering تغلق فمه أفكي سوحة حرية ألف هاها تهذا الله أنت نن هذلي كرو عيوي وأنا كلمة دي سقط بسنكرو ولا تغلط هاي سكوت دارين أو فتختلط أو فتخلط ده سكوت درت ولا تغلط هالجفن ده أو فتخلط ده سكوت درت بين كبر الهمة والكبر همة الرئيس الكبرك شقق سكمله فإن بينهما وحأود حي من الفرق كلدوناشه كما بين السماء أنت أود حيس الصمد ذات الرجع سوء العلين تبضان الرعب كسود ديسة والأرض أرضدي ذات الصجع لن بلشاد أصاحبك هيد أما سوء ساريسي لرت يدالق يوحيك صبح لها كبر الهمة همة ذوين حلية وراثة الأنبياء أنبياء ذكوار نحلي بلد وذوي والكبر كبر كينا داء المرضى ذاتك حنوصا عذر كوذوي بعلة الجبابرة أكو حنوصا ذاتك يوغ بربورين تبضان بوشيغو البؤساء يغو مركا ذاتك قصتي بؤسيغو مركا واسيبوي فيا طالب العلم وركان علمي قرادينيو أرسم لنفسك أجيح وضضاد نفس الضاد كبر الهمة رسم أسمي يعني وأنا مركب أرسم سا وأدو قرطا كبر الهمة إنا الاتماد ولا تنفلد منه هكب حسن وقد أومأ الشرع إليها شرع إجابة المامي في فقهيات بكتل مسائل فقهيو تلابس حياتك نلاش هذا تهبانيس لتكون دائما ساد مرة بأنقوت على يقظة مد كب في كبرا روسا من اغتنامها سيد لغة فايدي سن له يعني دين تاوحي نبرت فقه يمرك ديب لغة لابتو قف كأنه نقض قف هن له نوعا ما إسلا سرية برودنس أي جرتو أو أن لك إستيقين إنا النقطة مرك يتاقين كبير نوعا نيسا النقوة ومن نوعا كم إذا إباحة التيمم بوريس يوحى اللوبان للمكلف قفك مكلف كأي صلاة يلا قرب شرعي الدين تأيكو واجبته عند فقد الماء مركي بيلوى يوحى الويل إسكا كبا كبيس واي وعدم إلزامه إن الله خصب بقبول هبة ثمن الماء إن لو هبيه بيه وللوضوء يكوي سيسن لها قرشكي وكو قدن لها إن لو هبيه إنو ديو معنى هذا حلقة وضع يعني مثلا مالو حنجوغا بيان لهين وحنكو خصبانها إن أنتو كذو جانس كيليا أن أبشن كأما دورشة كيليا أن هايستان ومحاي إن أنها بوريستو طبعا لكن قف بقى وحيري بيه ميا دوبها انتها بيه وحال سيها الدولار بقى لسيها الدولار كان قادة صو إبسو حالي ها أقبال انت تشيلنك كقادة لهيكا وحالقو قادة اذا عيدو كوكي بقبيس إلا من وقه هادان ما انت وان دولار كا كقادة إن بيه هلي كرو كليا انت كليا وحالي ما هي وحالقو عفية صوت محيته لما في ذلك أركا وحكو جردرتد ومن المنة من نشاقشة التي تاسو تنالو جارسة من الهمة همتي كجارسة منال ملك جارسة وعلى هذا فقس وحكى لك قياس قاضي والله أعلم مرهدي شرعي الدين جاءها بيها تكوي سن لهيد يلا قف وكوج تبرع كره كله كره ها قصة قضاء لو يروى اللقاع فيه أقبل عيد سلوقته ما حد ما لنا سمع لك لأن أتبشين مهمر ما أنت إن مركا أتكون مشغول شد ما حولك الدنيوية النهمة قدر كشان لبعتنا في الطلب إني كان وقت روني نمو يباب أد باب يسيد agreed نسوي مطلع علمي كمركة برهن يسون نقاقف آدي آد مركة أور هذه إنها مذوة مركة قاعدة ضرنو إذا علمت الكلمة هذا قرأت كلمة دي المنصوبة الله أنا يلاطير إلى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأهيد محي قيمة كل امرئ روح والباب قيمها وكفر دياي ما يحسنه ووحى ويقان وهكا جني أليه مثلا مال يعني لو قيمة مال رواني كان محيه ما أهل القرآن با قدوا ليفل كيسو أما بماشو بقارسي سنيه وأنه قراء ذي كجروا نينك كان محيه هاي ما عركتي ما نندتك وحتراها قيمه سواني النافع ما موسيشنا ما موسيك ميوتو ما له هاسا ما بود بودا ما لها ميو دانسي كجرا وهاش أدو سديكتو ماشا سديكتيد شيلكا مباد مركا وقفكو مركا وكو قورعين وقد قيل وحل ليس كلمة مجرت كلمة أحض ك
كبورين بدن على طالب العلم علم إن لم برط منها كلمة دن علي أبي طالب ميد فحذر إسك إلى لغلط القائل متكله قف كيسة ما ترك الأول دتكي هرية دتكي هرية كما ينتجن وحبا للآخر كود دنبي وقف بروح كله عايز كود دالي نيسا كتب توقريهم وحك سؤال الدياري وحك سؤال الألفة محاضرة بوذات باشياء كتاب كسؤال الأقرية مركا نيهو هايز دالين تا إسك إلى وصوابه وحاس حسن إنا دهدي كم ترك الأول بضنا انت أي وقعدت تجان دتكي هر للآخر هو لب بضن بي بلي ولي ديمان هدين قلال بات كتيمت ولي جانس باجرة وحكو قولي كرتي جانس باجرة وحكو شيء كرتي هرو سعوي فعليك وحكو سارا ولازم بالاستكثار إن تبتستد من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم النبي قد حلكيس وبذل بحي الوسع كرانكا وانتو قارسيسين في الطلب طلب كعلمك يو التحصيل يسوى دعس الشديس يو التدقيق إن الدقيق سيد وعلمي ما ها والله بابا أمه ومهما بلغت من العلم ومهما بلغت في العلم مالك السد علمي هجار تدبا فتذكر وحات حسوستا كم ترك الأول والآخر إن وقاتد ولي إن حكسوغيا وفي ترجمة أحمد بن عبد الجليل وحاكو قرن مركي لقاه لي تاريخ من تاريخ بغداد للخطيب ذكر باكو قرن من قصيدة له تحو يسوي لي هاي باب قرن وحيها لا يكون السري مثل الدني ولا ذو الذكاء مثل الغبي قيمة المرء كلما أحسن قضاء من الإمام علي لا يكون السري من نقضه متك حديها جاري مثل الدني متك ما لها دو تاجن يعني سري وحلو مجعبة وواحد ديها سرع قف ماشى سرع تاجن سرع سري سرع في سومال وتويس ويس ويس كينيا يعني قف سرعية حديها جاري إيه مد دانية ما لها تاجن مصنا ولا ذو الذكاء متك فهم هذا أصاحبك مثل الغبي متك يسوق مركا استوبتك دمينك لمد ما قيمة المرء قفك قيمه شو كلما أحسن المرء يعني وما أردت قفك وحو وحكا جو قضاء أي قضاها قضاء ومن الإمام علي حقي سكتمد قضاها قضاء وحا حكمي أي حكمي كلمة حاليتها من الإمام علي وهدي مركا أي كرد انتهي أما قضاء من الإمام علي وقضاء هذا الكي يروي الإمام علي مركة كلمة معنا مصر من الثلاثين وتمام البيت يوي الرحلة للطلب لحلباتناد قضبك لحلباتناد إن لا صفره علم الرادينته من لم يكن روح له من لم يكن روح له قف كان علمك أصفر لن يكون روح له إذن الله وصف صفر الدون هذا أذيك الرادين وأرضي أذنون نقن وأن روالك أذن أجرين أن عدكو إيمان دون دمر كامل يعني معاني من نقن دون تدوح من بريد دون تدك فمن لم يرحل قفكي آنا أسع ظالم في طلب العلم علم الرادينته للبحث بارس وباري عن الشيوخ علماء ذو حكبرا لها إيو السياحة إنو أصفر في الأخذ عنهم إنو إيه وحكى سوقاته فيبعد وحافق تأهوله قفك إنو أهل النقض ليرحل إليه إن إساق مركا الله وصل صفره لأن هؤلاء العلماء محاول العلماء ذات الذين مضى وقت وكتي في تعلمهم برشدود وتعليمهم في تعلمهم برشدود وتعليمهم برشدود والتلقي عنهم إن إيه لقى قدوم ولا قال وريج لديهم أكتر وحاءها من التحريرات وحيابها إقران والضبط وحي السجان والنكات العلمية وحيابها نقاط كفائدة له علمية والتجارب خبرة ما بقى هذا يعز الوقوف عليه أي أردت إلا دول استاجو أو على نظائره أم وحي لم يظهر لها المالاي في بطون الأسفار كتبت نحذر إلا جهل وأردت وحنو رنو وحلو بهاي هاي إلا صفر وحذر نيو كدكتونو القعود عن هذا أرن كائنات كفري ستد على مسلك المتصوفة أضر راعي وددي لمن كسو في هذا البطالين شاق الله ويشأها الذين كواسوا يفضلون أيه وفضل علم الخرق علمك خوارق العادة وما أنت كراماتك مرك خرق وشيء اكسترا اوردينري وعددك بحسن ما حيكفض على علم الورقي ماشي وحكبران لهين ورق كتبته كاغر النهايه ما انت كرام انين با دوله انين با بوبه انين با بيقال انين با كسبحان مش قلسين وقد قيل لبعضهم قاركود وحل الا ترحل ورمي هذا سفر حتى تسمع من عبد الرزاق
yaa safar galoo sheekh ninkaas caalimka cabdirazaaq wax ka soo baro, ka soo dhegeysa. Faqaala wuxuu yihi maa asnacu bisamaac min cabdirazaaq, muxuu ku samaynayaa inuu wax ka soo maqlo? Man yasmac min alkhalaaq, mid ilaahay wax ka maqlay, ilaahay baaba ilaah hadle eh, maxaan anigu ku falaya inaan cabdirazaaq dhegeysto? Waxay ka mid tahay waxyaabaha uu sheegana. Waqaala aakhar wuxuu yihi idaa khaatabuunii, hadday ila hadlaan bicilmi alwaraqi, ma aragtay warqada cilmigii ama cilmiga warqada ku qornaa oo ay kitaab iyo ila soo baxaan, barastu calayhi, waxaan kaga adkaadaa bicilmi alkhiraqi, cilmiga karaamaadka iyo waxyaabaha cajaa'ibta leh. Anigu marka wuxuu yihi kitaab uma baahni, si kale waan buubaya haddaan rabo, buu leh. Faxdar haulaai, kuwa ka digtoonow. Fainahum iyagu laa lilislaami islaama yanasaruu u hiilin, walaa lilkufri gaalnima yankasaruu jabin, bal fiihim, waxaa dhexaada man baa dhexaadoo kaana ba'san u daran iyo balaa'an ku ah cala islaam, islaamka xarbad ku ah, inta islaamka wax yeeleen baaba ka badan, buu leeyay. Xifdu lcilmi kitaabatan, qodobka 72-aad, cilmiga in la xifdiyo, la weeleeyo iyadoo qoraal ah. Ubdul iljuhda, karaankaaga la imow oo bixi fii xifdi lcilmi, cilmiga inaad xifdisid, ay xifdi kitaab, kitaab inaad xifdisid. Lianna taqiida alcilmi, maxaa cilmiga oo la qoro bilkitaabati, lagu qoro, la qoro amaanun, waxay aamin ugaga noqonaysaa min adayaci, inuu lumo. Wa qasrun, waxayna soo gaabinaysaa limasaafati albaxsi, limasaafati albaxfi, ee fogaantii baarista, cinda alixtiyaaji, marka loo baahan yahay, meeshaad wado dheer u mari lahayd bay kuu soo gaabinaysaa. Laa siyama, uguma ay sii jirto fii masaa'il cilmi, cilmiga masaa'ishiisa, allatii, taasoo takuunu ahaata fii gayri madaaniha, meelaha boosaskii lagu talagalay boosaan ahayn, markii masaladu dhacdo. Waxaa laga yaabaa sheekhu isagoo naxwo ka hadlay masale usuul inay soo gasho, ama isagoo ka hadlay fiqi inay masale kale gasho. Wa min ajalli fawaa'idihim, fawaa'idda ugu weyn uu leeyay waxaa ka mid a annahu cinda kibari sinni, qofka markii da'diisu weynaato, wa dacfi alqiwa, awooduna ay nugeyl uu soo galo, hoos u dhac u yimaado, yakuunu ladayk, waxaa agtaada ahaanaya maadda, ayaa ahaanaya macluumaadoo tastadiru minha, aad kala soo dhexbaxaysid, maadatan, macluumaadoo taktubu fiiha, aa waxaad ku qortid bilaa canaa'in, dhib la-aan, fi lbaxfi, oo aanu kaasoo gaari markaad baaraysid, iyo taqasi markaad raadcayn iyo dabagal aad ku jirtid. Yacni macna waa maxay, maanta markaad joogto wax alla waxaad aragtay qor, sheekhu wuxuu sheegay qor, kitaabka waxaad ku aragtay qor, kitaabka shkuul uu noo sheegi doonaa meel dhigo, waxaasoo dhan way ku anfici doonaan maalin unbaa. Marka aad weynaatid baa macluumaadka kan meelaha qaarkoodna kama heli doontid, wa fii nafsi alwaqti, adoo da'ah oo aadan maanta maktabadaha intaad tegtid aad wax ka raadisidna waqti aad ku baartid marka ma haysid, way kuu diyaarsiin marka meel iska dhigo. Walihaada fajcal laka, waxaad meel dhigataa kunaashan ama kunaashan, kitaab yar, waa marka waa kushkuulkii oo kale wey, kunaash oo wax lagu qoro wey, aw mudakaratan ama mudakara yaro, waa sida mathal kitaab mathalan noris ah ama diary ah ama wuxuuna li taqiidi alfawaa'idi, si aad ugu qortid waxyaabaha faa'iidada leh, iyo alfaraa'idi, waxyaabaha naadirka ah, iyo alabxaathi almanthuurati, iyo baxfiyada iyagu ku kala baahsan, fii gayri madaaniha, meelihii aan lagu talagelin. Wa in isticmalta, haddaad adeegsatay khilaafa alkitaabi, kitaabka ma aragtay jaldigiisa sare, coverkiisa haddaad adeegsatidna, litaqiidi maa fiihi, waxaa ku qoran inaad ku qortidna, min dalika faxasan wa oke, haddaad meel weysidna, haddaan dad kor way ku yara kor kaga qor, buu leeyay. Muqayidan, adoo qoraya ra'sa almas'alati, mas'alada aada laga hadlayo cinwaankeeda, wasma alkitaabi, kitaabkii aad ka soo qaadatay, waraqma asafxati, iyo safxadii nambarkeeda, iyo walmujalladi, waraqma almujalladi, iyo mujalladka kitaabka nambarkiisa. Thumma aktub, waxaad dusha kaga qortay, calaa maa qayadto, waxaad qortay nuqila. Yani bimacna waa maxay, wuxuu ku barayaa albaxthi alcilmi markaad gelaysa, methodology wuxuu ku siinayaa ah sida jamcu almacluumaat, saad u ururin lahayd. Marka wuxuu leeyay masaladii qor, cinwaan u samee, bejkii qor, kitaabkaad ka qortay wixii dhan qor, kadibna kor waxaa ka qortaa nuqila copied, waa lasoo koobiyaariyey, xataa laa yakhtalita bimaa lam yunqal, suusan ugu darsoonin waxaan lasoo koobiyaarin, waxaan meel kale laga soo guurin. Kamaa taktubu baalaqa safxata kada, kadibna adoo kitaabku markaad aqrinaysid meesha kaga qoro safxadaa buu gaaray qofka, ama warqad dhex gasho, ama calaamad saaro fima wasalta ilayhi, waxaad gaarto min qiraati alkitaabi, kitaabkaad aqrinaysa, xataa laa yafuutak, saayan kuu dhaafin, maa lam tablughu qiraa'atan, waxaadan gaarin ood aqrin. Wayna dhacdaa, waxaa laga hadlay inaad qariibsatid, laakiin badana qofka markuu kitaabka aqrinayo, xataa mushafka qur-aanka way dhacdaa xaaladaas oo kale. Hadda
بحال يرى الإنسان لو دحق ليه دون يربى ماشي دحتال أمر قد بحال قشتا مصحف كحكوفة لاد إن كتب تعادي وكلم قال يرى مسام وقلم بنسلة أو مركي ومصح مكرات كقرآن يسا سي ماشي أدقارتي آذان دي بقول لاوان أما أنا اسمو تسين إن بيجج آذان أقريني إن أقريسي وهل كان فائدة إيكو قد عفت مرك وللعلماء وحاؤوا هذه مؤلفات كتب عدة تربضنا في هذا كان منها وحاكمة بدائع الفوائد كتاب كاللغم العلم القيم وليه وخبايا الزوايا كتاب كاللغم علي الزركش وليه ومنها وحاكمة كتاب الإغفال وكمد وبقايا الخبايا وغيرها وحلم ذا وعليه إذا تالق الدولي فقيد العلم علمك قر بالكتاب فقيد العلم علمك دبر بالكتاب قرأ الكل دبر مالك لا سيما أغماء سيجرت بدائع الفوائد فوائدي يظهر الأبور كالهيد مركا أقوب كأهيد في غير مضانها بوس كذا أنا دعين إيو خبايا الزوايا إيو كو اللو كو قرصونا ياشا في غير مساقها أو مرين كذا أنا دعين ودررا دا القريسة وحيابها وحيابها جواهرتا بطل قلص وبح ومركا ليه وحيابها فائدة بضن يعني اسكنوك أدو معان بضن ومعلوماتك منثورة يدو بحسا تاسو تراها داركت وتسمعها أن مقليس تخشى فواتها أضو كبقي إني كلافته وهكذا سيدا كسع فإن الحفظة محايا لحفظنته يضعف وضعيفة يساد ذا ذي كحرنت والنسيان هالمانكين يعرضه ومتك يسو صوبا بحو إن تلمان تتبال لقيا ولكن ما انتقر قال الشعبي وحيري إذا سمعت شيء نهداد حمقشين فاكتوه قر ولو في الحائط حتى الدربك وكقر تقدارك وكقر رواه خيثما وإذا تم على ديك هدي أي سوكا تقان ما شاء الله أن يجتمع أي كو أررتو أنتو إلهي الدونة إني كو أررتو علمي سمعتنا من هل كاساك قوريسي هل كاساك قوريسي فرتبه هذا إشكو أدادي في تذكرة كتابير أو كناشن أما كتاب كشكول على الموضوعات أو موضوعات إيجي هل كاساك سوقات أنت إشكو ماذا أنت عقيدة أنت النحوي أنت صرف أنت بلاغة أنت إشكو جي فإنه يسعفك وكعاون دونة في أضيق الأوقات وقت هذا عريرك وجره التي تاسو قد يعجز عن الإدراك هل الكيد وكجابين فيها مسائش كبار الأثبات ضدك قونت له ووين دأذا أي كجابين يا وضدك ثبتية حفظ الرعاية قدك زيد لا تناد حفظ الرعاية وحلقك عباد جل حفظ الرعاية ومحي وويلين دريال وضدته أبذل الوسع دذال كبحي في حفظ العلم علمك إناد حفظ رعاية حفظ أي دريال وكجرة بالعمل علم وحلو إلى ليه كعمل فل والاتباع الرائس قال الخطيب البغدادي وهذا يوحي رحمه الله يجب على طالب الحديث وحواجب كه أرض الحديث كبرني أن يخلص نيته نيدي سئنه خالص كذب وبرحتره في طلبه أقوانته وبرني ويكون قصده وجديس أي نقطة وجه الله إلهي وجهه سبحانه وليحذرها كالدكتون هذا أن يجعله إنه كاكده سبيلا وضوء إلى نيل الأعراض إن ضدك دم قد كود وكجار يوسن كالدين يعني أما مرك أما نعنده نيل الأعراض أعراض بربر كتاسا ولجيدة وليحذرها كالدكتون هذا أن يجعله إنه كالدك سبيلا وضوء إلى نيل الأعراض بربر الدنيا منفعة الدنيا تاسا كودي قف كجار يوسن كالدين وطريقا وضوء إلى أخذ العواضي وحلقوا قاتوا الشلمات لقوا قاتوا يوسن كالدين فقد جاء الوعيد ويقودي بايمن لمن بكيمن ابتغى ذلك كاكدل بعلم جيسا بعلمه علم جيسا كدل بي معنى حقوص أرار وعيد درنبا كس أرار وليتقل مفاخرة حاسك إلالي إنو فانتمو والمباهات به إنو اسكو أمانو وأن يكون قصدي جيس إنو نغض في طلب الحديث حديث مركو الرادين وبراني نيل الرئاسة إنو مركو براني هيسك إلى لي وليتقي هيسك إلى لي المفاخرة إنه فانتمه والمباهات به إنه أسكو أمانه أسكو مموجيه وبها بها لي ماذا وأن يكون قصده هيسك إلى لي قصد كيس إنه نغ في طلب الحديث مركو حديث برانه نيل الرئاسة كرسي إنه كجار نن معركة القدم باي إنه نغ واتخاذ الأتباع يضط فربضان أتباع فلورس فربضان إنه هلو يعقد المساء مجالس ما لها لفريسانه إنه مركا ومر بمجلس والبابا وهلكه هو جنتقه ويراد هلكه فجارها أنا هيسته فإن الآفة
آفاد الداخلة إيساقش على العلماء إيساقش أكثرها بدن كذا من هذا من هذا الوجه وقت حلك سكي ماذا بكر أبو زيد مرة كتاب كان قريب أدو أركي لها دتك أنا هذا الجوجة ما أركتي آفادين وإنت أيتها حما أنت قر له وحك بدن بقر له آفاد يدبك مصيبة حلك العلماء كأبارتوا وحك لما وحنا تبرنا يسمالك جار ضد بدنها كعدم بيان هذه كلي هل ولا جيستو هلك وهلك علمي وكل من بوله وليجعلها يا لحفظه للحديث حديث كحفظ انت وحفظنا حفظ رعاية هكذا يقول حفظنا ضريال لا حفظ رواية ولا وريو قال ما تنين وسي ميكانيك لأشق يمها فإن رواة العلوم ذاتك علم ورياي كثير وبذين ورعاتها لكن ذاتك إلى اليوم دقن قلياي قليل وفرق ترس ورب حاضر بضنا مجوغو كالغائب أو مد مقال لمد مقال جوغا وعالم بضنا وكالجاهل مد وحبا وقوان لمد وحامل الحديث بضنا مد حديث كحفظ سن أو تأسيت ليس معه لجلك سنانه منه حديث حقيس حاله كهذا شيء وحبا أن وذن الحديث كان وحفظ سن لك وحكم إذ كان في الطراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عن معرفة إذ كان في الطراح إذ علة كان وحبا هذا في الطراحه رديس لحكمه أرده بمنزلة الذاهب وحو مد جوغه بوس مد تقايا بوس كيسو عن معرفتي كتاقا وعلمي كتاقا وامح بمعنى وامح مركي تاقانتها حديثي اوهيا دوشو كهيا لكن نين احكامتي سيه قان ماه وحو لم يديها قف ما اركتي ان فراوا كهين علمي اقوانتي نين با حاج يعني ايديه جرين كتابكو حفظسانيه لكن وحكو قران مفهم سنين كتابكو روضة حفظسان بالير مركو حيب بين حمار الروضة وعندما يرى كتابك السيدة لكن وحكو جرائي وحكا ما هيو وينبغي وحكا له حبون لطالب الحديث نردق حديثك برانيو أن يتميز إنو صعم في عامة أموره أمور تسجد هانيل عن طرائق العوامي ذاتك عامضة وإنو كدوين باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم إساقو أذيك سنة رادتك النبي قال لك أدحلي ما أمكنه أنت يصور تقلتها إيو توظيف السنن وبتوظيف السنن يساقو قد طبقي سننت على نفسي نفسي ديس قد طبقي فإن الله عز وجل تعالى سري يقول حليف لقد كان لكم محايدين إذن كبسقنا ذا في رسول الله رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وحايدين كبسقنا أسوة قد يش التاسع والعشرون سقال لباتنا تعهد المحفوظات وحي اللي حفدي إلا مراجعي أما تعهد المحفوظات وحي اللي حفدي إلا ويلي إلا مراجعي أولا لابتو تعاهد علمك علم جاجة. دي بقول الله من وقت لآخر هضب وقتي كستأو لجارو مركزتو وقتك صامرو علمك دي بقول الله من وقت لآخر مركزتو وقتك لجسوريو دي بقول الله فإن عدم التعهد إن هذا دي بقول الله بنين عنوان الذهاب وحي علامات أطهي تجست للعلم علمك أتوه مهما كان وعذنا هالنقطة عن ابن عمر وحال لجوري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنويري إنما مثل صاحب القرآن قرآنك قفك حفظسا تساليهس كمثل صاحب الإبل نن يسوه هلا جيل له بكدقين يهو هلا هاسو المعلقة يو دبرا إن عاهد عليها هدو كور هيانا أمسكها ساسو هيانا دبرك يجريسا وإن أطلقها دو سيد دايانا ذهبت وأي تقيسا قرآن كنوا ساسو كلا أنت وأنا نصامر أتبيان وكتابك هذا عن كسب بحني أنت أم بمكجهد ليني رواه الشيخان أياوري بخاري مسلم ومالي كنا في الموطئ بكوري قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله وفي هذا الحديث حديث كان دليل بعد هذا تصمو على أن من لم يتعاهد قفك أنا مراجعين علمه علمي سذهب عنه إنه علمي كتجي أي من كان أي من قفك وضعنا هالنقطة جامعة ما كسب بحي لو أبي أديما وتاي هذا أنت أصلا كتابا قري مرة هداد ميدان كان فرح كلب بحديد دعوة يبرس هداد فرح كلب بحديد فتوى يقضى هدادنا فرح كل جرين انت صابرت واسعون يا واسمان جات وحساب صن لأن علمهم علم جوده مركب عليه قف دليل بحديث وحويها إنه علم وتجوي لأن علمهم مركب صحابة علم جودهم حواها كان ذلك الوقت وحواها القرآن لا غير قرآن مركب علم الصحابة لقاها الله وقرآن كلي وإذا كان القرآن هدي قرآن كي الميسر لوفو ذي للذكر إن لحفظ يذهب أتقيو إن لم يتعاهد هدانا فرها الوهين فما ظنك بغيره بل كورا وحكى الصهر من العلوم المعهودة علوم تنليقان هدي قرآن كي إلهي ولقد يسرنا القرآن للذكر ليري
haddii qofka hadduusan farag ku hayn aanu muraajacayn uu saa u lumayo culumti kale maxaa u malaynaysa, ma faraaj baa kuu fadhinaya, ma naxbaa kuu fadhinaya, waa adagta. Wa khayru lculuumi, culuum waxaa ugu khayr badan, maa dubida aslu, waxa asalkiisa la sugay, wastudkira dushana laga qaybay, farcuhu waxaa wixii furuuc oo kasoo dhambalma, wa qaada qofkana haga ila allahi tacaala, ilaahay wadadiisa, wadallana tusi calaa maa yardaahu, wuxuu ilaahay subxana wa taala raadi kaya. Wa qaala bacdu waxay dhaheen kullu cizin lam yuakad bicilmin fa ilaa dhullin masiiruhu, kullu cizin gubanniman bolbo lam yuakad aan lagu adkayn bicilmin fa ilaa dhullin gunnima ayay masiiruhu halkay u dambayn doonta ahaanaysa, wa ilaahuna wabillahi tawfiq.